هذه جلفة عاصمة الولاية، عاصمة ولاد ناي العروش المجاورة، جات في طريق رقم واحد ما بين الجزائر وتمرست 300 كيلومتر. دايم الجلفة هنايا، دايم الجلفة باب شرف، جلفة باب شرف. هذا باب شرف، باب شرف تاريخي. هذا الباب كان من وقت فرنسا، هذا الباب أولوك حاطين هنا في الساحة هذه من 1852. هذا باب شرف، من كان الاستعمار كانوا دايرين بيبان الدخلة نتاع الويوة. هذا من البيبان، هذا باب شرف كما كان دخل منه الاستعمار. هذا هو باب شرف، مكان خدمتي للاستعمار. هذا باب شرف، دير الزينة، دير الشرف. هذه الجلفة عاصمة الولاية، 300 كيلومتر من الجزائر، جت في تاريخ رقم واحد، تاريخ الوطنية رقم واحد.